نتواصل معكم مشاهدينا، نجدد لكم التحية وأولى محطاتنا الحوارية الأولى لليوم، والحديث عن المبادرات والعمل التطوعي وتعزيز الروح الوطنية والعمل من أجل التنمية بروح شبابية رائعة. معنا اليوم بالاستديو السيد عبد المجيد غنام النزي، رئيس مبادرة فعلا كويتي، وأيضا الأستاذة غنيمة محمد تراب، عضو اللجنة الاستشارية بالمبادرة. مساء الخير عليكم. حياكم الله وسعيدين بهذه الاستضافة ولحضوركم معنا. ونبدي معك أستاذ عبد المجيد نتكلم. ما شاء الله، أنا صراحة يعني واحنا نحضر الحلقة يعني تبادر لذهني سؤال يعني الكثير من الناس يسألون، هل أنتم جهة تطوعية أم أنتم مجموعة أم أنتم تسعون إلى التطوع في المجتمع أم ماذا بالضبط؟ أخذ فكرة عامة منك. نعم، بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيك العافية وشاكرين لكم على هذا اللقاء. حياكم. والدعم اللامحدود للأمانة من بداية الانطلاقة على رأس الهرم، أكيد معالي وزير الإعلام وزير الدولة شؤون الشباب الشيخ سلمان الصباح اللي هو راعي لهذه المبادرة فعلا الكويتي. طبعا احنا مو مجموعة تطوعية، وهذا وايد سؤال نسأله، ترى هل أنتم مجموعة تطوعية ولامين المجاميع وإلى آخره؟ لا، احنا مجموعة شباب نوجدنا لتأسيس خلنا نقول آلية ومنظومة واحدة تجمع المجاميع التطوعية، طبعا تحت منظومة تندرج تحت ثلاث جوانب، الجانب الإنساني والابتكاري والاجتماعي، وتحتها طبعا آلية كبيرة راح أساسا لا نحرق الأسئلة راح نجاوب عليها إن شاء الله السؤال تلو الآخر، لكن إحنا مجموعة شباب أسسنا هذه المبادرة. جميل. أستاذة غنيمة، يعني مختصر عطانا أستاذ عبد المجيد عنكم كمجموعة شبابية، نتكلم عن دورك الفعال في هذه المجموعة. نمسي عليكم بالخير أول شيء. حياك الله. الله يحفظك. أنا مثل ما ذكرتي حضرتك عضو في اللجنة الاستشارية والاختيارية في المبادرة الوطنية فعلا الكويتي. أنا أحد الأعضاء في اللجنة. اللجنة تتكون من 3 أشخاص، رئيس اللجنة الأستاذ عبد الرزاق الموسى، ومعي زميلي الأستاذ أنور البغدادي. دورنا يتلخص في مرحلتين. في المرحلة الحالية اللي هي المرحلة الثالثة من المبادرة. جميل. اللي هي الآن الفرق والمجاميع التطوعية الآن قاعدة تشتغل على المبادرات الخاصة فيها. جميل. فإحنا كاستشاريين نوفر لهم النصح، نوفر لهم الإرشاد، نوفر لهم الاستشارة اللازمة اللي هم يبونها لتحقيق مشاريعهم أو مبادراتهم التطوعية. حلو. سواء على الجانب الإداري، على الجانب الفني، على الجانب التنفيذي، وضع الخطط، كيف يسوون ميزانياتهم، كيف يعني يمشون خطوة بخطوة إلى أن ينتهون إلى تنفيذ المبادرة مالتهم. جميل. ينتقل دورنا في المرحلة القادمة إن شاء الله بإذنه تعالى، وهي مرحلة تقييم المبادرات. حلو. نتكلم عنها بإسهاب تبين أكثر الحين. مرحلة التقييم يعني جزء من ما يكون الحوار كله عندك بعدين يقولون احنا متعاونين على ريايين النساء وهو قاعد بالوسط بعد تدري. استاذ عبد المجيد لما يتكلم عن فعلا كويتي، هذا المسمى الجميل اللي اخترتوا له مجموعتكم، يعني استاذه غنيمه قالت ان احنا وصلنا الى المرحله الثالثه، نتكلم بشكل يعني ملخص على المرحله الاولى والثانيه وكيف وصلتوا لها؟ طبعا احنا بالبدايه حطينا على عده مراحل مبادره فعلا كويتي، مثل ما هو متعارف عليه، المرحله الاولى هو تسجيل المجاميع التطوعيه من خلال الايميل او خلال تواجدهم لمقر المؤقت اللي حطيناه للمبادره. المرحله الثانيه اللي هي تدريب المجاميع التطوعيه للامانه على ايدي امهر مدربين في التنميه البشريه اللي اشكرهم، للامانه هم متطوعين في مبادره فعلا الكويتي. جميل. وايضا اللجنه الاستشاريه اللي راح مثل ما تفضلت استاذه غنيمه ان يتابعونهم ويعني يحطونهم امام الخطوط العريضه ويوضحونها لهم. جميل. احنا حاليا تقريبا بالمرحله الثالثه اللي هي اعداد المبادرات من المجاميع التطوعيه على اساس الجوانب اللي تحددت من البدايه اللي ذكرتها في بدايه كلامي. حلو. يعني لما نقول استاذ غنيمه ان الكثير من الشباب اللي حاب انه يكون مبادره يتجه لكم حتى تحطوا له الخطوط الاساسيه والرئيسيه وبعدين يبتدي انه هو يدخل في هذه المبادره وان شاء الله يحقق فيها النجاح. ان شاء الله. كميه الناس اللي ممكن تتوجه لكم سواء كان من الشباب او من الكبار، يعني تحسي ان هي بالفعل صار عندنا الناس تعي معنى التطوع الاجتماعي، ولا مجرد ان مثل ما نقول بالكويت عندنا هبه البعض يعني شفنا فلان سوى مبادره تطوعيه، مجموعه تطوعيه، مؤسسه او حمله، وعندنا الكثير نسمع عنهم لكن لا نشوف لهم يعني ضوء معين او حتى نقول تقنيه معينه تبرز في المجتمع.
والله شوفي، احنا المبادره احنا للامانه هذه هي السنه الاولى للمبادره. جميل. زين، بدينا فيها من 1/6 هي مرحله التسجيل، ومستمرين فيها ان شاء الله الى 10/10/2015. حلو. اللي هي اليوم اللي راح يتم فيه اعلان المبادرات الفائزه او الفرق الفائزه. الفكره العامه شنو كانت؟ المبادرات والعمل التطوعي الاجتماعي او الفني او البيئي ايا كان نوعه موجود من زمان احنا في مجتمعنا الكويتي، اذا خذيناها على مر الازمنه اللي مرت فينا كلها. جميل. من 300 سنه والكويتيين وحتى المقيمين معانا على ارض هذه الارض الطيبه مبادراتهم مستمره. الفكره العامه انه هذه المبادرات، هذا الجهد التطوعي يحتاج الى شويه تنظيم وصقل مهارة. صحيح. وإعطاء خبرة وقدرات. حلو. المجاميع يعني على أول الطريق. بالضبط. جميل. المجاميع التطوعية اللي موجودة للأمانة، هناك مجاميع تطوعية لها مثلا خلينا نقول في العمل التطوعي سنة أو سنتين، في مجاميع لا والله توها جديدة، في مجاميع أوكي ماشية في طريقها لكن تحتاج إلى الإرشاد. جميل. فإحنا الفكرة العامة كانت إن إحنا نوفر المناخ المناسب لهذه المجاميع لأنها تمشي على الطريق الصحيح. حلو. ننظر لها على أنها مشروع يعني توعوي أكثر من أنها فقط مبادرة، لأن احنا نسعى إلى الاستمرارية. بالفعل. سواء حق المشاريع المبادرات التطوعية أو حتى الفرق التطوعية. حلو. اللي إذا خذيناها في منظوم إداري ومنظوم توعوي هم يقدرون يعني من خلالنا أو حتى من عقبنا يكملون المسيرة ويكملون شغلنا. يعني بعض المجاميع الآن نسعى إن شاء الله وإحنا عارفين إنهم راح يكملون طريقنا وراح يكونون هم المرشدين حق مبادرات ثانية. أكيد نتمنى وهذا ذلك. هو الهدف إن شاء الله، نتمنى ذلك أكيد يتحقق يعني بمساعدتكم ومشورتكم. سيدة المجيد، وإحنا نحضر الحلقة حضرتك ذكرت أن توجد بالكويت أيدي معطاءة كثيرة وعندنا الكثير من الشباب المتطوع، لكن لما نشوفهم يعني ماذا قدموا المجتمع الكويتي، أبرز الأشياء التي يعني أثبتت أن بالفعل العمل التطوعي في الكويت بارز، نجد قلة قليلة من برزت. برأيك ليش؟ بما أن حضرتك تقول نسبة كبيرة وصلتوا لها. هو الأمانة هذا سؤال وايد مهم ولازم نوضحه أيضا للسادة المشاهدين، وكل واحد له خلينا نقول في العمل التطوعي. المجاميع التطوعية بالكويت يمكن خلينا نقول بدأت تتزايد، خلينا نقول من 2004-2005 بدأت تتزايد عندنا أعداد المجاميع التطوعية، تبدأ من 3 أشخاص تنتهي في مجاميع، يعني معانا احنا مجموعة فيها تقريبا 566 شخص، هذه مجموعة واحدة. جميل. نعم، وهم خير طاقات، خير الاستثمار فيهم يعني. حلو. من خلال ايضا دراستنا للدراسه اللي بدات من 2011 على ضوء المجاميع التطوعيه والمسح الميداني اللي صار، 90% من المجاميع التطوعيه ينصب الهدف يعني اتجاه واحد اللي هو خدمه اخواننا ذوي الاعاقه. وهو شيء زين طبعا، احنا ما نعارض هذا الشيء، بالعكس نشد على ايديهم ونكون وياهم ونساعدهم، ولكن ايضا في جوانب اخرى احنا ودنا ان يتجهون لها، ثقافيه، رياضيه، دينيه، ايا كان، وكلها تكون تحت ضوء التوعيه خلينا نقول والارشاد ايا كان العمل. فبالتالي لما جت مبادره فعلا كويتي نحاول نوظف هذه خلينا نقول العقول النيره في العمل التطوعي من خلال الاعمال الكثيره غير العمل تحت مظله خلينا نقول او صوب ذوي الاعاقه. جميل. ليش ما نشوف مجاميع كثيره؟ احنا عندنا مجاميع خارج دوله الكويت قاعد تشتغل ما حد يدري عنها. صحيح. قاعد نشوف مجاميع ايضا موجوده بالكويت تم تكريمها على مستوى الخليج ما حد يدري عنها. بالفعل. رغم ان على فكره مميزين في اعمالهم. وموجودين كم مجموعه الامانه معنا في مبادره فعلا الكويتي، وباذن الله راح تشوفون الخير اللي قدام. ما نشوف مجاميع نفس ما قلت ان العمل متشابه. صحيح. فاصبح ان المجموعه لو على سبيل المثال مجموعه الف وباء كلهم يشتغلون تحت شنو؟ ذوي الاعاقه. صحيح. فاذا عندي انا هم مجموعه واحده. صحيح. ما عارف الفرق بينهم. بالضبط. فعشان كذي ما عاد نشوف انه والله نقول اعمال مميزه كثيره، ولكن للامانه الخير في شبابنا، وخلنا نكون شويه محايد، ها، او خلنا نكون شويه ان مبادره فعلا الكويتي راح تظهر باذن الله مجاميع شبابيه تطوعيه تستطيع ان تضع خطط واستراتيجيات باذن الله يمشون على ضوءها. حلو. سؤالي مشترك الان استاذ المجيد وايضا استاذه غنيمه، يعني قلت لي ان الكثير من الشباب متواجد معاكم. نعم. في مختلف الانشطه التطوعيه. أبرز هذه الأنشطة اللي هي ممكن يعني وين يكون في الشباب، في البنات، في التطوع الاجتماعي الثقافي؟ أستاذ عبد المجيد ذكر أنشطة كثيرة، أحب تعدلي إياها.
والله شوفي احنا صراحه يعني الأمانة هذه لا شوفي هو للامانه يعني احنا اللي شفناه ولاحظنا خلال الفترتين اللي طافوا ما نقدر نحصر العمل التطوعي في جنس معين. تقولي لي شباب ولا فتيات؟ للامانه الجميع كلهم نوعهم بنفس الدرجه نوع المبادره الوطنيه التطوعيه نوع التطوع المبادرات. والله شوفي طبعا ما راح تقدر تكمل الاجابه انا عضو استشاري هي راح تغيم المجاميع فعشان كذي استاذ غنيه ما راح تعطيك الاجابه بس لا للامانه يعني الجانب الاجتماعي شفناه جميل. الجانب الابتكاري موجود حلو. وملحوظ وفي فريقين للامانه انا اراهن عليهم. الجانب الانساني هم موجود. احنا ما نقدر نفصل استاذتي الفاضله انه هذا المبادره او هذا العمل يختص فقط في الجانب الابتكاري او الانساني. حلو. هو شامل جميع الجوانب. حلو. يعني مثلا لما تقولي لي انا عندي فكره انسانيه لكن بقدمها بشكل مبتكر. حلو. فلذلك هي تجمع شنو؟ الجانبين مع بعض. صحيح. لكنها تتميز في الجانب الانساني. حلو. امانه لاحظت الاجتهاد، لاحظت الرغبه، لاحظت تحمل المسؤوليه، لاحظت احترام الاخرين، احترام القدرات، احترام المهارات، هالامور هذه كلها انا لاحظتها بالفرق التطوعيه اللي معانا. للامانه ارد على سؤالك ليش ما يسلط عليهم الضوء؟ ما يخالف تسمحي لي ارجع فيك شويه. نحتاج ان احنا نعطي الثقه الكامله. نحترم قدرات الشباب، نحترم رغبتهم في العطاء، نحترم قدرتهم على العطاء، نحترم فيهم تحملهم للمسؤولية وأيضا احترامهم لحرياتهم وحدودهم. جميل. احنا دائما نراهن على الشباب، دائما نراهن على عقول الشباب. بالفعل. لأن هم اللي راح يكملون المسيرة. احنا لله الحمد والمنة احنا استلمنا الرايه من اللي قبلنا. أكيد. اللي قبلنا ما قصروا فينا. صحيح. اعطونا كل شيء وعلموكم ايضا خبيتكم. فبالتالي الان دورنا ان احنا نسلم الرايه. صحيح. حق الجيل اللي بعدنا. جميل. وصدقيني والله مو من هذا لحد لكن كلهم فيهم خير وبركه. نعم. أكيد. وكلهم فيهم نشاط. جميل. بيزعلون عليك كم فريق الله يعينك. استاذ عبد المجيد يتكلم عن دور الدوله ومؤسساتها في التعاون والاخذ بيدكم وتوصيل انه ما راح اقول كمساعدات وانما تسهيل بعض المهام. هو للامانه دور وزارات الدوله مثل ما انت عارفه يمكن وزاره الشباب ووزاره الشؤون هم اكثر وزارتين يعني مهتمين في جانب الشباب. مبادره فعلا الكويتي ولله الحمد والمنه تم دعمها اعلامي كامل من وزاره الاعلام وطبعا وزير الاعلام الشيخ سلمان الصباح وايضا المكتبه الوطنيه جزاهم الله خير اتاحوا لنا الفرصه والمجال يتم تدريب جميع الشباب هناك. جميل. ايضا اجتماعاتنا الدوريه تكون في المكتبه الوطنيه فهم وزارتين الدوله حاليا اللي داعمين لمبادره فعلا الكويتي ومو مقصرين الامانه وزاره الاعلام وايضا المكتبه الوطنيه. احنا للامانه ارد واقول في كل لغه طالما العمل شبابي والمصلحة العامة هي دولة الكويت احنا نرحب في تعاون اي وزارة حابة تعاون مع فعلا الكويتي. حلو. احنا اليوم للامانة معلش احنا نمشي في سلسلة احنا صح. اليوم يبنى الشباب سوينا هذه الدراسة اللي هي فعلا الكويتي ما يت من فراغ يت خلال 3 سنين تحت الدراسة او 2 سنين عفوا الثالثة انطلقت فيها لان في ثغرة او حلقة مفقودة احنا اليوم وجدنا الحلقة المفقودة لكن حطينا آلية لها ننطر تتبناها وزارة من وزارات الدولة أو إحنا نطمح إنه يكون لنا مقر خاص فينا بإذن الله ننطلق من خلاله وباجي الأفكار يعني حتى خطتنا للسنة الجاية واللي عقبها راح تكون إن شاء الله واضحة بإذن حلو. الله. حلو. أستاذ غنيمة نتكلم عن وصولكم للمرحلة الثالثة من هذه المبادرة أو من هذه المجموعة كانت أكيد تحت رعاة معينين وتحت مساهمين ساعدوا على إنجاحها منهم. والله شوفي هو الراعي الاساسي والراعي العود والمظله العودة اللي احنا كلنا تحتها ما قصر معانا معالي وزير الاعلام. جميل. للامانه بمجرد انه هو قدمت الى سيادته المبادره على طول قال انا ما شاء الله دائما داعما للشباب مختلف التخصصات. هو قال هو صحيح. للامانه يعني اذا يسمح لي بهذه الكلمه هو قال انتم امشوا انا معاكم. اكيد. عرفت شلون؟ فكل الشكر والتقدير لمعالي وهذه ما هي غريبه عليه. نجي مثل ما تفضل أستاذ عبد المجيد زميلي أنه المكتبة الوطنية فتحوا لنا يعني شو أقول لك كل شيء شنو تبون إحنا حاضرين من إلى
لا اشترطوا شروط ولا اشترطوا ولا شيء ولا شيء. جميل. بس قالوا تعالوا وحياكم الله. بالاخير هو كله لخدمة المجتمع الكويتي. أكيد. والشباب. هناك صحيح. ايضا بعض يعني المؤسسات يمكن. نعم. اللي ساهمت معنا. أي. طبعا اضيف عليك هو يضيف اكثر لانه هو الاعلم للامانه. يطول عمرك. وهو تصريح اول مره نصرح فيه من خلال شاشه تلفزيون الكويت والاسبقيه لكم دائما ان شاء. أكيد. الله. احنا طبعا نشكر الشيخه انيسه سالم الصباح، هي يعني جزاها الله خير، زارتنا وعجبت بالفكره وتبنت خلينا نقول المجموعه كرئيس فخري لمبادره فعلا كويتي. وايضا عندنا طبعا مجموعه السالم للامانه كان عندنا يوم الاربعاء اللي هو اخر يوم في الدورات بالضبط. التدريبيه والورش، قدم هدايا ايضا للمجاميع التطوعيه وبعض الضيوف اللي كانوا موجودين. حلو. ايضا فريق الرساله تلفزيون الكويت اخوي ثامر الاسمر والمجموعه الطيبه اللي معاهم تم تكريمهم ومو مقصرين للامانه يعني في هذه التغطيه. والباب مفتوح لاي شركه حابه انها ترعى للمبادره فعلا كويت نرحب فيهم. بالعكس الله يطول عمرك. استاذ غنيمه نتكلم يعني في موجز اخر حوارنا اهم المبادرات اللي قدمتوها، ثم ذكر استاذ عبد المجيد الورش التعاونيه والتعليميه اللي قدمتوها للشباب، شنو كانت؟ والله شوفي البرنامج التدريبي اللي احنا اعتمدناه حق مثل هذه الورش انه كانت الفكره العامه، انت كمبادر، انت كفريق مبادر شنو تحتاج علشان انت تستطيع انك انت تؤدي رسالتك او انك انت تصل الى الهدف. جميل. امانه احنا حاولنا نغطي جميع الجوانب. الجانب الاداري تكلمنا اول شيء في المرحله الاولى، كان المرحله نسميها التمهيديه او التاسيسيه، بدينا فيها مع انت شلون تكون فريقك. حلو. كمبادره. جميل. كفريق العمل شلون تكونه، شنو هي اللوائح والنظم اللي لازم انت تتبعها في داخل عمل الفريق. انتقلنا بعدها شنو الادوار الاساسيه اللي يطلع فيها كل من قائد الفريق او اعضاء الفريق. انتقلنا بعدين الى تعرف على انماط الشخصيات. صحيح. انماط الشخصيات بتقول لي والله شنو يستفيدون فيها؟ لا، كتعامل هذا اهم شيء. بالضبط. يعني مثل بادي لانجويج وكيفيه التعامل مع الاخرين وخلق كاريزما. اكيد طبعا. تكلمنا في موضوع خاص خصصناه للكاريزما. حلو. استاذ عيسى سعيدان يعطيه الالف عافيه ما قصر، يا عندنا يوم كامل وقدم لنا الكاريزما. امانه انا الحين اخاف يزعلون عني المستشارين والمدربين. صحيح. اني انا ما ذكرت اسمائهم، لكن يعني حقهم كل واحد فيهم امانه قدم وما زال يقدم. حلو. الى الان يعني تخيل استاذتي يدزون لنا مسجات، ترى يا جماعه الفكره الفلانيه، ترى يا جماعه النقطه الفلانيه احرصوا عليها، ترى الى الان متواصلين معنا. جميل. في الاسبوع الثاني انتقلنا الى شنو نسميها الفتره اللي هي التقدميه. حلو. التواصل مع الناس، التواصل مع الاخرين. بالفعل. مثل ما تفضلتي حضرتك لغه الجسد، كيف انت تتعامل مع الجمهور، انت كمبادر. صحيح. كفريق تطوعي انت اساس تعاملك هو الجمهور. بالفعل. اللي راح تنزل لهم. صحيح. ايضا كيف انت كمبادر تروح، خل اكون شويه اكثر صراحه، للرعاة. بالفعل. انت تحتاج الى راعي، انت تحتاج حق شخص يدعمك. بالفعل. كيف انت تقابل هؤلاء الرعاة؟ اللي وضع اجنده معينه، كيف تمشي عليها؟ يعني. حلو. نقدر نقول يعني بالمجمل يعني خذوا معنا كيف تسوي دراسه الجدوى لمشروعك، كيف تتحرك فيه، وكيف تقدمه في النهايه. جميل. ودي اضيف شيء بس بشكل صدر. سريع. احنا للامانه احنا كمجموعه تطوعيه مثل ما قلت بدايه كلامي ان احنا ما نتبع احد للامانه، احنا مجموعه، لكن هم حمينا نفسنا، حطينا قطاع قانوني لمبادره فعلا كويتي. واشكر اخوي المحامي ابو سليمان طلال العبيد، هو المحامي موجود معنا في فعلا كويتي للامانه. الاستشارات والامور هذا كلها مجانيه تطوعيه. جميل. مو للمشاهدين ترى، بس للي في فعلا الكويتي يعني للمبادرين كلها تطوعيه. اما حتى بالنسبه للرعاة التنسيق يتم عن طريق اخوي طلال العبيد، المحامي طلال العبيد. جميل. استاذ عبد المجيد كل شكر لحضورك ويانا اليوم. اتمنى لكم التوفيق وان شاء الله شدوا الشباب شويه، نبي عمل نفخر فيه كمجتمع كويتي. اكيد. الله يعطيكم العافيه. شاكر لكم وايضا شاكر لمعالي الوزير على رعايته لهذه المبادره. حياك الله. واستاذة غنيمة شكرا لحضورك معنا اليوم، يعني انت شعله من النشاط، اتمنى الكثير من الشباب تواصل معاكم وخلق مبادرات ناجحة. مشكورة بعد ما قصرتوا. نتواصل معاكم مشاهدينا في باقي فقراتنا. مساء الخير يا كويت بعد هذا الفاصل.